السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة وحلقة مهمة ان شاء الله حنتكلم فيها عن التعطيش ومتى نقوم بالتعطيش بالنسبة لنبات الفلفل، وان شاء الله حنتكلم عن اهم الحاجات اللي لازم نعملها خاصة في مرحلة التعطيش. فطبعا كالعادة قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا اول حاجة خلينا نعرف التعطيش. طبعا التعطيش هو التوقف عن الري لمدة من اسبوع الى 10 ايام. وثاني حاجة، هل التعطيش ضروري للنبات ام لا؟ الاجابة هي نعم ضروري خاصة في هذه المرحلة. طبعا ثالث حاجة، متى نقوم بتعطيش نبات الفلفل؟ طبعا بعد ما نزرع شتلات الفلفل في اي مكان لازم نستنى 14 يوم من يعني نقل الشتلات للأرض اللي زارعين فيها، نستنى 14 يوم وبعدها يتم التعطيش. يعني التعطيش يكون بعد 14 يوم من نقل شتلات الفلفل. طبعا التعطيش لازم يكون قبل ما يبدأ الفلفل في التزهير. لاحظنا منكم هذه شتلة فلفل بدأت في التزهير، يعني مش حنقوم يعني بتعطيش الشتلة في هذه المرحلة لأنه ممكن يعني الأزهار هذه تسقط. فقبل ما تبدأ الأزهار بالظهور لازم يتم التعطيش. وطبعا مش ما تلاحظوا هذه الشتلة قمنا بتعطيشها، ولو لاحظنا بفضل التعطيش لو لاحظنا هذا شكل النبات وبدأ فيه التزهير. لاحظنا منكم هذه أزهار الفلفل. طبعا هذه الحلقة قبل يعني ما يبدأ موسم زراعة الفلفل، لازم تأكدوا من كل المعلومات حتى لو يعني زرعتوا فلفل تعرفوا معلومات عن التعطيش. وطبعا من فوائد التعطيش للنبات هي مثل ما تكلمت زيادة في المجموع يعني الجذري، وكذلك يعني يتسرع من عملية ظهور الأزهار، وكذلك زيادة في نمو النبات وسرعة يعني نمو النبات. فلو لاحظنا هذه الشتلة بعد أسبوعين بالضبط من اللي عطشناها، ولاحظنا أمامكم ما شاء الله هذه الأزهار، طبعا الأوراق سليمة لو لاحظنا. طبعا الحلقة هذه لازم يعني تشاهدوها قبل يعني تشاهدوها قبل زراعة الفلفل حتى تعرف هذه المعلومات، بحيث لما تزرع تعرف فوائد التعطيش وأهمية التعطيش بالنسبة للنبات. وإن شاء الله مثل ما عودناكم في القناة إن شاء الله حنزرع فلفل ونتابعه من البداية لغاية الحصاد، وإن شاء الله حنتكلم عن التعطيش وحنتابع إن شاء الله التعطيش بالتفصيل بالنسبة للنبات. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، أتمنى تستفيدوا من المعلومات اللي قدمناها لكم. إن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، ولو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.